وللحديث أكثر عن أزمة الهجرة غير الشرعية للعراقيين المارين عبر ليتوانيا ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين المعارض السياسي علي الشعلان. أهلا بك سيد علي من جديد. وكما تعلم تبرز أزمة المهاجرين غير الشرعيين العراقيين عبر ليتوانيا بعد أن دفعت الشرطة البيلاروسية للمهاجرين أو دفعتهم أي المهاجرين باتجاه الحدود. السؤال هنا بداية، كيف تنظر إلى تصرفات الشرطة البيلاروسية وقبلها الشرطة الليتوانية التي تعرض حياة المهاجرين لمزيد من الخطر؟ تفضل. نعم أخي أستاذ مصطفى، أحييك في البداية. أهلاً. وأبتدي منين ما انتهيت حضرتك من سؤالك. تفضل. الأجهزة الأمنية الليتوانية أو البيلاروسية أخي تدافع عن حدودها وعن سيادة حدودها، يعني هذا شيء طبيعي انه الدول لما تدخل بيها ناس بطريقه غير شرعيه تدافع عن حدودها وتغلق حدودها وتحاول تلقي فتح حل لهذه الناس اللي اجت او تحدد هوياتهم او كذا. بس السؤال هو اخي مصطفى، لماذا العراقي يهرب من بلده؟ لماذا العراقي؟ هذا السؤال المهم اللي حضرتك لازم نساله احنا. هذا نتاج 2003 حكومة العصابات، حكومة الأحزاب اللي جابها الاحتلال الأمريكي وحاميها الاحتلال الإيراني. هذا نتاج من 2003 لحد هذا اليوم اللي حضرتك نتكلم به. هم هذا نتاج حكومة الأحزاب. العراقي نتساءل ليش الدول المحيطة بينا مثل دول الكويت الخليج ليش ما يتركون بلدهم ويروحون هم يطلبون اللجوء بالدول؟ لان عندهم حكومات وطنيه، عندهم حكومات وطنيه ترعاهم، تسوي لهم مدارس، تسوي لهم صحه، توفر لهم امن، توفر لهم كهرباء. فهذا الاختلاف، هذا السبب، مو الشعب العراقي او شبابنا المهجرين اللي في تركيا، في بحار تركيا، راح ان العديد من شعبنا ومن عوائلنا راحت في بحار تركيا. فهذا نتاج السلطة الحاكمة في بغداد، الطغمة الحاكمة الفاسدة. اتضحت الفكرة فيما يتعلق بهذا السؤال. نعم سيد علي، دعنا نذهب الآن إلى يعني حديثنا ولكن في محور آخر. يعني على الرغم من العنف المفرط الذي يواجهه العراقيون أثناء رحلة اللجوء واحتجازهم في مراكز غير أدمية، إلا أنهم مستمرون في خوض غمار المغامرة والحكومة مع ذلك تلومهم. السؤال هنا، ماذا قدمت لهم الحكومات المتعاقبة كي تلقي بتبعات هذه المغامرة على المهاجرين؟ نعم أخي مصطفى، ما قدمت شيء حكومة الأحزاب الفاسدة. هسه يدعون الشعب العراقي إذا في الانتخابات، يعني تدوير الوجوه، أكيد بالتأكيد ما قدمت شيء. ليش الإنسان العراقي يهرب من بلده؟ أولا تردي الأوضاع الأمنية، تردي الخدمات البنية التحتية، انعدام فرص العمل للإنسان العراقي. أخي الإنسان العراقي، الشعب العراقي أصيب بالإحباط من تصرف هذه الطبقة الحاكمة في بغداد، وكانت لدى شعبنا العراقي فرصة للانقضاض على هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة في بغداد، هي ثورة تشرين المباركة، وللأسف ضاعت. سيد علي، يعني في سؤالي الأخير إليك الآن، يعني ألا يعد إقدام المهاجرين على مثل هذه المغامرة غير محسوبة العواقب طبعا، ألا يعد رسالة صريحة تدين الحكومة التي لم توفر أقل حقوق المواطن العراقي برأيك؟ نعم بالتأكيد أخي مصطفى، تدين إحنا ما نسميها هذه حكومة، إحنا نسميها دولة، إحنا الجبهة الوطنية العراقية للمعارضة نسميهم حكومة الأحزاب الفاسدة، حكومة العصابات. هذا أخي هؤلاء ليسوا بحكومة. بالتأكيد هذه إدانة كبيرة لحكومة الأحزاب ولعصابات حزب الدعوة، عصابات الكاظمي، عصابات هاي التسمية اللي جت بعد 2003 اللي محتلة بلدنا بحماية الدولة الشرق إيران. هذا طبعا أخي إدانة كبيرة لهم، وهذه بكرة إحنا بس تتغير الأمور والسلطة إحنا هذا كله حنحاسب عليهم، كله هذا حيتحاسبون عليه، تشريد عوائلنا، تشريد شبابنا، سرقة نفط شعبنا، احتلال مطاراتنا، احتلال حدودنا، هذا كل احتلال سبب نتاجه هذه الحكومة الفاسدة في بغداد.
متمثلة بكاظمي، متمثلة بالمالكي، في كل هذه الطبقة السياسية الفاسدة في بغداد. المعارض السياسي علي الشعلان، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.